تقول مصممة الأزياء الأمريكية راشيل زوي: الستايل هي الطريقة التي تتكلم عنك دون أن تقول من أنت. أنا الستايل اللي مركز عليه والستايل اللي أحبه والستايل الغربي. الأماكن تحكمك بملابسك وستايلك، يعني حتى بتسريحة شعرك. حاولت أنها تنتقل غير ستايل. بالصيف أحب الألوان الفاتحة مثل السماء الأبيض، وبالشتاء لا الغوامق. هي موضة، هي من اسمها موضة، معناها الجرأة والشجاعة والجمال. والله التجربة كانت طبعا كلش حلوة، واليوم تعبتكم أنا، تعبتك وتعبت أمين حسيني، بس قدرتوا يعني تقنعوني بأن أنه يعني تقنعوني بالستايل الرسمي. قدرتوا بين قدرتوا وبين الكاجوال، بين السبورت وبين الكاجوال وبين الرسمي. التغيير كلش حلو صراحة، التغيير كلش حلو، وأنصحك بالتغيير يعني على مود تبين وإطلالة جديدة.